السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تكونوا بخير رب العالمين، الصحه والعافيه والكرم بتسلم عليك يا الخير يا الكرم، منورين ومشرفين على قناه سوبرانكو سبيس تي في. فيديو النهارده بومباستيك فانتاستيك، حط الاستيك وشد الاستيك في نفس الوقت. النهارده هنعمل مع بعض تحدي، هو تحدي برضو من ضمن التحديات اللي الناس بتعرضها عليا في الكومنتات. وبصراحه انا عايز اقول لكم على حاجه، لان انا لاحظت الحكايه دي في بعض التعليقات، واحب اقولها لكم دلوقتي عشان الحكايه تبقى واضحه وصريحه. بص يا جماعه، انا عايز افهمكم على حاجه، انتوا بتكتبوا تعليقات، ولاني انا عكس ناس كتيره جدا ماشي، بحب اقرا التعليقات وبحب ان انا انفذ طلباتكم، فبتطلبوا مني تحدي فبعمله. فبعد كده الاقي مجموعه من الناس تدخل تقول لي انت بتقلد اليوتيوبر كذا، او في يوتيوبر عمل كذا، او في يوتيوبر عمل كذا. فانا بدخل بالصدفه بعد ما لقيت ان فعلا بعض التعليقات دي بدات تكتر، فقلت اعمل حاجه بسيطه جدا، قلت ادخل فعلا اكتب التحدي. لقيت اكتر من 50 يوتيوبر عاملينه قبلي. ففكره ان انا بقلد حد بشخص معين هو تحدي ناس كتيره جدا بيعملوه. فلو انت بتابع يوتيوبر معين فصعب جدا تقول لي ان انا بقلده، لان تقريبا ممكن اقول لك كله بيقلد بعضه، بس ايه، بس يعني انا مش عارف، يعني تقريبا انا ممكن بقلد واحد ان انا بلعب ببجي، طب ما الناس كلها بتلعب ببجي، بعمل نفس التحدي، طب ما في 50 واحد عمل تحدي عرب او اجانب، والحكايه دي كلها منتشره في العاب كتيره جدا. فاحب اقول لك لو انت داخل تقول لي مثلا ان التحدي ده يوتيوبر عامله كده، دي حاجه طبيعيه، لان يوتيوبرز كتير عملوا نفس التحدي. تحدي النهارده هيكون مختلف، او الله اعلم ممكن يكون في 70 واحد عملوا قبلية، بس طبعا على حسب التعليقات اللي بقراها بعمل التحدي. تحدي النهارده ان شاء الله هيكون ان احنا اول بس نلاقي سلاح، يا رب نلاقي سلاح، لا سلاح مش بيستول، اوكي، ومجرد ما نقتل اي حد نرمي الاسلحه اللي معانا، او ناخد السلاح اللي هو كان بيستخدمه ونحاول نقتله بيه. جميل، حبيت اوضح لكم حاجه بسيطه جدا في بدايه الفيديو، اتمنى ان الحكايه دي ما تكونش مزعله حد، اوكي. واحب اقول لك على حاجه، في 600,000 يوتيوبر بيعملوا، هو فين؟ انا سامع خطوات، في خطوات من هنا اهو. الحكايه سهله وبسيطه، فهدي نفسك يا حبيب قلبي، ماشي؟ يا لهوي، مستخبي لي ورا الحيطه يا حكيم، اسمه حكيم جلوفر، مستخبي لي ورا الحيطه عامل لي فيها فيكر. اوكي، انا دلوقتي هشيل السلاح اللي كان معايا واخد السلاح اللي كان معايا. بص يا جماعه، الحكايه سهله وبسيطه، تقتل واحد تاخد السلاح اللي معاه، تقتل واحد تاخد السلاح اللي معاه. اوكي، انا دلوقتي عايز اروح اقتل الواد، عايز اروح اخد الوت الواد، بس في نفس الوقت بوشينكي ناس كتيره جدا نازله فيها، فلازم اخلي بالي. اوكي، السلاح اللي معاه ام 16، في واحد داخل في البيت اللي في اليمين. اوكي، لمحته بطرف عيني اهو، شفت بقى، هو شكله كان بينشل على حد. احمد الهواري، مصري، اخونا مصري. اوكي، في سمع خطوات، في واحد موجود هناك. اوكي، يبقى ممكن يكون في البيت ده. اوكي، طب عشان انا اقتله من البيت ده، اولا لازم اروح الوت الواد اللي انا قتله في البيت التاني. اوكي، معلش نلف شويه، في واحد بيضرب عليه من ورا. اوكي، يلا هندخل البيت ده، انا لمحته على الشباك على اليمين، طلع سنه ودخل تاني، وفي واحد بيضرب علينا اهو. حبيب قلبي تسلم، ميرسي يا بيبي. اوكي، ناخد السلاح اللي معاه، حلو قوي، السكوربن، السكوربن مش بطال. اوكي، مجرد ما تخلص السلاح على طول تاخد السلاح اللي بعديه. اوكي، فوت في واحد اللي كان موجود في البيت اللي هنا ده، وفي واحد ضرب علينا من ورا، فانا شايف ان احنا الاقرب لنا نضرب الواد ال، بص نروح نبوش على الواد اللي في البيت اللي هو اللي فوق ده، ايوه هو ده، ماشي، هنروح نبوش عليه، هو واقف جنب الشباك، تمام، بس كده حبيب قلبي، تمام تمام. اعلام غريبه ما يعلم بها الا ربنا، اقسم بالله مش عارف انا ايه ده. ميدو اف تي، اخونا المصري، عمال شغال تطبيح فيهم، ناخد منه اليو ام بي. الواد اهو موت حبيب قلبي، ميدو ده كلهم ميدو، ده هنا سيرفر ده سيرفر الميدوهات ده. اخونا المصري، تحيا مصر، تقول لي عرفت منين؟ اقول لك انا اصل انا مشغل البرنامج الخاصيه الاوف اح يا عم، مكتوب اسم على الشمال ميدو وعلم مصر، ارحمني بقى، انا جالي سكر دم وطخت اعصاب بتنجان. اوكي، حلو قوي، الوكن معاه سكار، سلاح ممتاز جميل جدا. ماشي يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه بسيطه جدا، بس عشان نتفقين مع بعض على حاجه. بص يا جماعه، انا رغاي ماشي، فبرضه ناس تدخل في الكومنتات تقول لي انا رغاي، ما انا عارف اني رغاي، ربنا خلقني كده.
في خطوات، في خطوات، يا اما في البيت ده يا اما في البيت اللي قدامي. مفيش حد في البيت ده، مش عارف. خلينا ندخل في البيت التاني ده بصورة فوكس. اوه يا احمد، احمد علي، ده عالم ليبيا، ده عالم ليبيا. اوكي ناخد السلاح اللي معاه الام 7. ماشي، شوف يا جماعه، شوف الحكايه سهله وبسيطه قوي. طيب انا دلوقتي اصلا معايا طلق من كل حاجه، الحاجه الوحيده اللي مش هحتاجها هي الشوتجن. لان انا متاكد 100% ان محدش بيشيل شوتجن، يعني الناس بتتفضل ان هي تشيل اي حاجه. الله يخرب بيتك يا ميدو، ميدو كان هيموتني. انا عمال بتكلم معاكم، ميدو كان هيموتني. لا لا انا محتاج اهيل وناخد السلاح بتاعه ومعاه ام 4 كمان. بس الام 7 قدام الام 4، احب اقول لك اخي الكريم، الام 7 يخيط اي سلاح من قرب، هو والاي كي، الاي كي ام، الاي كي ام والام 7 عن قرب والله العظيم يشخرموا اي حد. شوف هو كان معاه الام 4، بس بصراحه انا يعني انا اتخضيت لما جيت لقيت قدامي ده جيلي انا مخصوص، يعني انا مش فاهم ايه ده. وناخد السلاح السكندري بتاعه بس كده اهو. يبقى احنا كده معانا ايه؟ معانا الاس كي اس، وناخد بس نحط السكوب التمانية تمام كده اهو، ومعانا الام 4. في حاجه تانية كانت موجوده معاه؟ لا مفيش اي اكسسوارات او اي اتشمنت. ناخد بس معانا السكوب ده عشان في صوت خطوات. والله عيب، والله عيب. بعد ما كمل يعني، انا بص انا عايز اقول لك على حاجه، يعني بجد اللعبه دي، اللعبه دي اقسم بالله كم مره انا في حاجه بكرهها فيها، ان انت تبقى بتنزل قدام ناس وهيشخرموك وهيقتلوك وهيفشخوك. زي ميدو ده مثلا كان هيموتني، وغيره كان دمجني جيمي جدا جدا جدا، وبعد كده تيجي بعد ما تقتل مثلا سبعه ولا حاجه تلاقي بوت طلع لك. طب انت يعني، انت يعني انت بتفهم المتابعين بتاعي ايه؟ ان انا بلعب قدام بوتات وبعد كده حد يقول لي يا صبري انت داخل قدام بوتات، وانا داخل اهو لابس لبس ام البلاتينيوم. انا مش عارف يعني، بس والله العظيم انا صدقني يعني اللعبه دي، اللعبه دي غريبه في النقطه دي. البوتات بتبقى موجوده في الاول، المفروض ان مفيش بوتات تبقى موجوده في نص اللعبه، البوتات تبقى موجوده في بدايه اللعبه لحاجه واحده فقط، ان هي بتساعدك انك تلاقي سلاح لو انت مش ملاقي سلاح. تمام، بعد كده بمجرد ان انت بتيجي بتدخل بقى خلاص، وقابلت قدام ناس حقيقيين وناس عماله بتقتل في بعضيها في بوشينكي والدنيا زحمه، هتجيب لي واحد كده اهو ملوش اي لازمه. في واحد في البيت اللي هناك انا لمحته اهو، طلع في الدور التاني. اوكي ندخل نبوش عليه بس ايه في الحنين، حته كده ايه انقضاض النسر. على مهلك، في الدور التاني، الدور التاني، الدور التاني، الدور اهو اهو طلع، ممكن يكون طلع فوق الحته دي اللي بتطلع فوق السلم. ندخل عليه بس بالراحه كده اهو، مجرد ما نغير السلاح نقتله وناخد السلاح اللي معاه. يا رب بس يكون معاه سلاح حلو. اوكي هتقول لي يعني ام 16 حلو؟ اقول لك اه جامد قوي. نط انت، هتهرب مني فين؟ انت هتهرب مني فين؟ انا جيت لك، انا جيت لك مخصوص. نشوف معاه سلاح ايه بقى. ام 16 واي كي ام، ناخد الاي كي ام عشان احنا معانا بس كده. يبقى احنا كده زي الفل، يبقى احنا كده معانا الاي كي ام وام 16. بمجرد ما لقيت الحد ناخد منه السلاح، الحكايه بقت سهله وبسيطه جدا زي ما انتم شايفين. تمام احنا كده متفقين، كده متفقين. بس احنا خلصنا على بوشينكي فيها تسعه بس. مشكله ان انا عايز اقول لكم على حاجه والله العظيم، يعني بكلمكم بجد، ناخد بس سكوب 2. ان تقريبا سكوب 2 هو من افضل السكوبات دلوقتي، بقت مفضله بالنسبه لي، جامد جدا يعني، بيعمل زوم وفي نفس الوقت ما بيهتزش جامد قوي. حابب اقول لكم على حاجه بسيطه قوي. زمان كان يقول لك يا صبري انزل حاويات يا صبري وبتاع ده، والله العظيم ما اعرفش ايه اللي حصل، بقالي فتره كده كل ما انزل حاويات اعمل لي اربع كلات، ثلاث كلات، خمس كلات ماكسيمم. شوف اديني اهو نازل بوشينكي عامل خارج بس منها بتسع كلات، والله العظيم مش بهزر. انت الناس يعني، هو الحلو في حاويات ان فيها فلير، بس ناس كتيره جدا بقت تخاف تنزل حاويات، فما بقتش اعرف اجيب جيمات فيها هاي كيلز. يعني مثلا انا بحب قوي الكلات ان انا اقدمها لكم يكون فيها اقل حاجه 20 كلاي، يعني 19 18 20، اللي هي الارقام العاليه دي. هتقول لي يا سو كده رقم عالي، ده انا بجيب ارقامك اعلى منك بكتير. اقول لك انت ممكن تكون بتجيب اعلى مني بكتير، بس يعني انا مش في هنا، هو في دروب موجود. بس طبعا انا يعني انا
بلاقي حد وبهرب منه. ما انا بروح على الاماكن اللي فيها دروب وبنزل حاويات، بس عربيه اتقلبت. ننزل بقى هنا، يا ساتر يا رب، حته دين قلبه غريبه. اوه بصيبه، يا لهوي عالم ايه ده، تكتبولي. اوكي ناخد بقى البصيبه ده، نشوف بقى البصيبه ده كان معاه سلاح ايه. هتقول لي بقى في بوتات بتركب، في بوتات بتركب عربيات. والله العظيم يعني بص، هي قمه بس في هي اللعبه قصدها ان هي تحرجك، والله العظيم قصدها ان هي تحرجك، تدخل لك كده بوت في نص الماتش علشان بعد كده واحد يقول لك انت بتلعب قدام بوتات. يعني شوف انا قاتل 10 هيطلع لك قاتل واحد بس بوت، وشكله ان هو بوت. تقول لي عرفت منين ان هو بوت؟ اقول لك لا، بتبان يعني في حاجات كده هو معينه بتبان ان هو بوت. يعني لما يبقى مثلا ايه، يضرب عليك طلقه 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 طلقه، تقول لك انت ما انت مش مشغل برنامج الاوف. اقول لك لا، ده يا عم ده انا خطيبتي اللي مستواها يعني اسوأ من البوت بتقدر تعرف اذا كان بوت ولا مش بوت، وبتلعب على الموبايل بس. انا مش هقولك اكتر من كده. تقول لي ما استا ما ممكن تكون بتلعب بهاك مثلا او اي حاجه، اقول لك اقسم بالله كام مره تقريبا خطيبتي لو لعبت بهاك يعني المفروض ان هي تجيب اكتر من كلتين تلات كلات. دي بتلعب معايا ابيض خالص، ما بتعرفش تجيب اي حاجه والله العظيم، بتعمل اسبكتيت انت نفسك شفت يعني نشانها ضايع. بس طبعا احنا بنلعب مع بعض فور فن يعني، عشان ايه ما يبقاش في اي حوار. ناخد بقى الدروب هنا اهو. اوكي السلاح التاني ده احنا كنا قتلنا اوريدي بيه حد، فهناخد الام 249. معلش للاسف ما عندناش اي سكوب دلوقتي عليه، فاحنا هنركب السكوب الستة وخلاص. تقول لي يا راجل يا فجر، اقول لك احنا المفروض ان احنا لما نقتل حد ناخد منه السكوب، فاهمني؟ لما نقتل حد ناخد منه السلاح، بس ده احنا لقينا سلاح في الدروب فهناخده. تمام احنا كده زي الفل، قاتلين 10 ورايحين على الدروب، علشان بس ما تفتحدش يفتكر ان احنا بنلعب جيم نوعا ما يكون ان هو بنكمبر او اي حاجه. في عربيه قدامنا هناك اهي، بس طبعا ايه احنا خلينا نروح الاول البيوت اللي هناك دي، البيوت اللي هناك شويه امان. اوه بص بقى، شوف يا عم شوف يا عم شوف يا عم شوف يا عم بقى، ينفع كده يا عم بوت تاني؟ يبقى انا كده 11 كلايه فيها منهم بوتين، والله العظيم اقسم بالله عيب، 11 كلايه فيها منهم بوتين. والله العظيم طب العب، طب يعني انا عايز اقول للشركه تشيل البوتات والله من اللعبه، والله العظيم عايز اشيل، عايز اللعبه، عايز الشركه تشيل ام البوتات من اللعبه، لان بجد واحد بجد منظر وحش، واحد داخل وعامل فيها قمه الاوف احل في ضرب هناك اهو، ضرب الرشاشات الكتير تا 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 تا. ده تعرف ده ان هو ده حقيقي، والضرب التك تك 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 ده بوت، فهمتني؟ لازم تعرف حاجه زي كده. طبعا هو تقريبا ممكن يكون في الدروب اللي موجود هناك، راحوا عليه راح ياخد الدروب. اه اخد باجي اخد باجي اخد باجي او موتوسيكل، صوت ده صوت باجي ولا صوت موتوسيكل، ومشي من هناك. طب اوكي تمام، خلينا بقى ناخد احنا ال ناخد ام العربيه دي ونجري ورا الواد. هو احنا اللي معانا الدروب يعني، بس احنا المفروض ان احنا بنلعب جيم اكشن، فالمفروض ان احنا نجري وراه. تمام حته اكشن بقى اهو. يا لهوي على الايم، سامحني سامحني، خلاص موت بقى موت بقى، ده انت سائل يا اخي. اوكي نروح نلوته ونشيل الام 16 المينيو 14 ده. انا عارف بص يعني انا لو انا بستخدم ام اسيست، عشان في ناس برضو بعض الناس تقول لك الام ثابت ومش الام ثابت، ساعات الحاجات بتجلي يعني بسيطه جدا، مش معنى كده ان الام ثابت. بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا قلت لكم ان في نصايح تثبت ازاي تثبت الام بتاعك بقى، اتاشمنت معينه يعني زي اكسسوارات معينه بتركبها على السلاح بتخلي سلاحك ثابت. في ناس بتضرب على الخريطه هناك، في ناس بتضرب هناك اهي. ايوه يا لهوي، بس كده تهرب مني فين؟ بس عيب عليك عيب عليك، اسمه هس. اوه واو واو واو. اوكي احنا كده زي الفل. تمام
السلاح بقى الدي بي ده المفضل بالنسبه لي عادي مفيش مشكله. نهرب بس كده من الزون. في دروب، هنروح الدروب بقى، هنروح الدروب 13 كل الجيم هيبقى خربانه. انا مفجر الدنيا اقسم بالله، انا مفجر الدنيا. عارف يعني ايه 13 كل واجيب كمان فاضل 16؟ يعني باذن رب العالمين الجيم ده مش اقل من حوالي 20. ايه اللي حصل؟ يعني يعني الزوم ما لقيتش غيري انا والله العظيم اللي نزل الفيديو ده. اوريك قد ايه المقهور دلوقتي، ده انا كنت هجيب 20 كل اقل حاجه، ده انا كنت داخل وحش. لو عجبك الفيديو انت عارف تعمل ايه، انا مش هقول لك تسيب لايك، مش هقول لك تشترك، مش هقول لك تعمل اي حاجه. تنورتني في الفيديو ده، كل سنه وانتم طيبين.